ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أبيات منسوبة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ومرتبطة بالبقيع وأهل البقيع. عد بالبقيع مغردا يا حادي، عد بالبقيع مغردا يا حادي، عد بالبقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي. يظهر الإمام نظمها وهو في خراسان، وكان مشتاق لأهله في المدينة ولأهل البقيع. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسأله عن أهلي عن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. عجب البقيع مغردا بالبقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسأله عن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. رحلوا عن الأوطان، الرضا يقول أهلي رحلوا عن الأوطان، رحلوا عن الأوطان، والدار التي كانوا بها في نعمة وسدادي. فوين راحوا أهلك يا علي ابن موسى الرضا؟ وين راحوا لما رحلوا؟ وين راحوا؟ رحلوا عن الأوطان والدار التي كانوا بها في نعمة وسداد. سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم مبكي لفقدهم بدمع بادي. سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم أبكي لفقد غمو بدمع باغايد. بعد السويت يا علي ابن موسى الرضا، فوقفت حيرانا لأجل فراقهم، فوقفت حيرانا لأجل فراقهم، وهنالكم شغفا نحرت فؤادي، وهنالكم شغفا نحارت فؤاد. أسفا عليهم شردوا عن دورهم، أسفا عليهم على آل رسول الله، أسفا عليهم شردوا عن دورهم، شردوا عن دورهم. فبكاهم الوادي ومن في الوادي، فبكاهم الوادي ومن في الوادي.
سيدي أيها الثامن أيها الضامن، شلون راحوا أهلك؟ شلون؟ أسفا عليهم شردوا عن دورهم فبكاهم الوادي، ومن في الوادي قتلا وسما قد قضوا آجالهم. والله قتلا قتلا وسما قد قضوا آجالهم وهم البدور وسادة الأسياد. قتلا 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 وسما قد قضوا آجالهم وهم البدور وسادة الأسياد. بعد شي يقول الإمام الحادي، يقول له هيهات هيهات أن يأتي الزمان بمثله. لا والله يا بهيات هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم وهو الذي وافاهم بعناد، وهو الذي وافاهم بعناد بعناد بعناد. سيدي يا علي ابن موسى، رحت للبقيع ووصلت الرسالة لأهل البقيع، أرجع لك يو بعد عندك رسالة ثانية أوصلها بطريقي. أنا رايح رايح، الإمام يقول له إيه أكو رسالة ثانية وصلها بنفس الأبيات المنسوبة إليه، يقول له أكو رسالة ثانية هم وصلها. المن الرسالة الثانية؟ اسمعوا بالله. هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم وهم البدور وسادة أسيادي الأسيادي الأسيادي. يا حادي دعنا نمر بكربلاء، كملت البقية روح الكربلاء. دعنا 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 نمر بكربلاء بكربلاء. شبيها كربلاء يا علي ابن موسى؟ دعنا نمر بكربلاء يا يا فكربلاء فيها الحسين. دعنا نمر بكربلاء فكربلاء فيها الحسين وجملة الأمجاد قتلوا إلى جنب الفرات، قتلوا إلى جنب الفرات وماؤه منعهم إيا ذو الأحقاد الأحقاد الأحقاد. ما دام ليله البقيع ارد اقرا لي كم بيت شعبي، ما دام احنا بحرم الامام سلام الله عليه. شاعر يقول للامير المؤمنين، يقول له يا عذاب الخيل يا طاعون، يا عذاب الخيل يا علي، والله يا علي يا عذاب الخيل يا طاعون يا طاعون، هالحرم ما مرت عليك ضعون. مو العائلة دخلوها على الكوفة، مروا عليك يوم ما مروا عليك. يا عذاب الخيل يا طاعون، أبا الحسن الحرم ما مرت عليك، الحرم الحرم يوم صارت بلايا ولي صار درب القوم صوبك يا الحرم، يوم سارت بلايا ولي صار درب القوم صوبك يا علي، المثل زينب كيف ترضى تنولي تنولي وترضى أرض الواد مليون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحباب، لا بأس
أن آخذ من الوقت دقيقتين ثلاثة أذكركم بالليلة الماضية، لأن بحثي هذه الليلة كطريقة مجالسي مرتبط بالليلة الماضية. فالإخوة الزوار اللي ما كانوا حاضرين ومتابعونا من خلال الفضائيات، إذا أكمل الموضوع من دون أن أشير سولفنا البارحة الكلام لعله يكون عندهم مواضح، تفتولي الله يحفظكم. أريد بدقيقة اثنين حتى مباشرة أكمل البحث، لأن عندي كلام هواي. كل سنة بليالي البقيع أختار لي عنوان قرآني لإثبات حقنا في هذا الخصوص، يعني خصوص المناسبة. هاي صار كم سنة أختار عنوان قرآني؟ السنة عنواني المقدسات في القرآن الكريم. شنو المقدسات في الإسلام في القرآن؟ وياي قلنا قدس الأقداس في القرآن الكريم، واللي حتى المقدسات اللي تأتي من بعده فإنما صارت هي مقدسات لارتباطها به. قلنا ليلة البارحة أن قدس الأقداس في الإسلام هو من؟ هو الله جل وعلا تبارك وتعالى. وجبنا آيات على ذلك أن قدس الأقداس هو الله. هاي الآيات جرتنا إلى بحث الليلة أرد كملة باعولي وياي الليلة أرد كملة. شنو الموضوع اللي جرتنا إلى الآيات؟ الآيات السولف عن أن قدس الأقداس هو الله، أقدس المقدسات هو الله، بقية المقدسات أخذت قداستها بانتسابها إلى الله جل وعلا. بس هاي الآيات جرتنا إلى موضوع آخر. شنو كان الموضوع إذا الأحبة يتذكرون؟ الموضوع كان القرآن الكريم يقول أكو ناس أهل شرك أهل كفر. ليش؟ لأنهم ساووا بالله غيره وعدلوا بالله غيره. فلما ساووا بالله غيره صاروا أهل شرك، صاروا أهل كفر. هذا فتحنا نافذة جديدة على بحث مهم، كون نفهمه اللي أرد أكمله. هاي الآيات فتحتنا نافذة على بحث مهم، مورد ابتلاء في عصرنا الحاضر. وهذا جرنا إلى أن أبين ثقافتين ليلة البارحة. الثقافة الأولى التساهل وهي على قسمين، الثقافة الثانية التكفير وهي على قسمين. بينا كل ذلك ليلة البارحة، قلنا هذا كل ما يتضح إذا من عرف ثلاث مفردات فعرفناها ليلة البارحة، والمفردات كانت توحيد كفر شرك، بيناها ليلة البارحة. ثم انتقلنا إلى أن القرآن الكريم يقول بعولي أن القرآن الكريم يقول أن موارد الشرك وأصحاب الشرك في القرآن الكريم 1 2 3 4. البارحة بدينا بش كثر كملنا؟ 2 إذا يتذكر الإخوة. ذكرنا ليلة البارحة موردين صحيح. المورد الأول اللي ساووا بالله غير الله، وجبنا آياته في القرآن الكريم إذ نسويكم برب العالمين، وآية أخرى يعدلون القرآن يعبر صحيح. قلنا هذا المورد الأول من موارد شنو؟ الشرك بالله. زين، ثم انتقلنا ليلة البارحة إلى مورد آخر، بعد كون أقرأ آياتي. انتقلنا ليلة البارحة إلى مورد آخر وهو أكو مجموعة من الناس يعتقدون بأن الله تعالى شنو؟ خالق، وبنفس الوقت يعتقدون بأن الأصنام تدبر شؤون الكون، الأحجار تدبر شؤون الكون. رب العالمين قال ذولا شنو؟ ها؟ مشركين. وهم جبنا الآيات. المورد الثالث، هسه تقول لي شنو أهمية هذا البحث؟ أنت تقول مهم مهم مهم. طبعا مهم، لأن الآن كل المسلمين يكفرون صحيح يولا؟ الآن كلهم يكفرون. أي إنسان الآن يخالف عقيدة أصحاب التكفير الموجودين الآن، أصحاب التكفير شو يسوون ذولا المسلمين؟ يكفروهم، ذولا مشركين، ذولا كفرة، يطلعوهم من دائرة الدين، مع أنهم من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله. زين، إحنا بالمقابل شلون كنا نقف بوجه هؤلاء؟ نبين لكل المسلمين دائرة الشرك في القرآن شنو؟ حتى نعرف منو يدخل بيها ومنو شنو يخرج منها، يعني تشمل من وما تشمل من. هاي مهمة لو مو مهمة؟ صدق مهمة شباب، التفتولي. احنا الآن واقعين بمشكلة،
أمتنا الإسلامية كما بينت البارحة ما أضيع وقتي واقع بمشكلة من المشرك ومن الموحد. خلنا نعرف القرآن الكريم يقول بابا المشركين بالقرآن ذولا أهل الأصنام. هسه لحد الآن بينا موردين، الموردان ينطبقن على مسلم لو ما ينطبقن على مسلم. يا أخي ما ينطبقن، أكو مسلم يساوي برب العالمين غيره؟ وينه؟ أكو مسلم يجي للأصنام يقول الأصنام تقربني إلى الله زلفى، أكو مسلم؟ ها؟ زين شلون هذا مشرك وذاك مشرك؟ يا مسلم يجي الحجر يقول الحجر يقربني لله، وين هذا المسلم؟ انطوني اياه، وينه؟ وين؟ المورد الثالث، هسه تضحت فكره البحث للي ما حضروا البارحه، المورد الثالث للمشركين في القران الكريم. باعوا لي اخواني؟ المورد الثالث اللي القران قال ذولا اهل شرك اللي اعتقدوا بان لله ذريه. اعتقدوا لله بنين واعتقدوا لله شنو؟ بنات. قالوا الله عنده بنات. قال القرآن الكريم ايش قال عنهم؟ مشرك. قالوا مشركون. زين انا اسالكم بالله، اكو مسلم يعتقد الله عنده ذريه حتى نكفر الناس؟ وين ذولا بالقرآن الكريم؟ باوعوني وياي. حتى هذا اللي يقول مشرك 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 يعرف صدق مشرك يا مو صدق مشرك. انت اذا القرآن حكمك هاي موارد الشرك في القرآن الكريم، اما تريد تطلع شيء من جيبك هذا شيء بحث اخر. زين بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الله منزه عن اتخاذ الولد، منزه عن اتخاذ الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون خاضعون خاشعون عابدون مسبحون وإن من في السماوات والأرض كذا إلا يسبح لله. سمضمون الآية ما أنا ما أكتبها، أخاف أقراها حتى ما يسبح له ما في السماوات وما في الأرض كلها تسبح الله كلها تعبد الله جل وعلا. بعد ولد شنو ولد؟ سبحانه كل ما في السماوات والأرض. والأرض هو شنو؟ هو مخلوق لله تعالى والكل قانت لله تعالى وعابد لله تعالى. والله خالق وهذا مخلوق، فليعتقد بوجود البنين والبنات والذرية لله هذا يعتبر شنو؟ يا أخي مشرك. وماكو مسلم يعتقد هذه العقيدة حتى تكفر المسلمين. أكو مسلم يقول الله عنده ذرية؟ سبحانه منزه. طبعا هاي الآية وقالوا منو القالوا؟ ضمير اليمن يرجع. وقالوا منو القالوا؟ الآية تتكلم عن اليهود. شلون اليهود؟ ليش اليهود؟ لأن اليهود ماذا قالوا؟ عزير بن أحسنتم جزاكم الله خيرا. فالآية تتكلم عن اليهود اللي قالوا عزير شنو؟ ابن الله. وتتكلم عن النصارى اللي قالوا المسيح شنو؟ ابن الله. وتتكلم عن المشركين في زمن النبي اللي قالوا لله ذرية، وبعضهم حتى قالوا عن الملائكة بأنها شنو؟ بنات الله. ايش قالوا؟ القرآن هم ذكر هاي العقيدة الفاسدة الكاسدة أنه الملائكة بنات رب العالمين، والقرآن رد عليهم. واضحة الفكرة يا لا؟ فهنا الآيات تتكلم عن يهود نصارى. هسه النصارى كلهم أو بعضهم، هنا أكو كلام بين المفسرين، والنصارى هم طوائف حتى نكون أهل إنصاف، حتى نكون أهل شنو؟ إنصاف. هسه هذا كلام نترك إلى تحقيق. والقرآن هنا تكلم عن مشركين ادعوا لله ذرية ولدوا بنات ثلاثة ثالوث. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما أدري هسه هاي الآية تذكرني بشيء، وهاي الآيات أنه عزير ابن الله المسيح ابن الله اللي ذكرها القرآن الكريم تذكرني بشيء، حتى ما نبقى بس آيات، شوية أخلي لكم محطات استراحة. هاي تذكرني بموقف للنبي صلى الله عليه وآله لما كسرت رباعيته بمعركة أحد، رؤية رسول الله
رآه المسلمون اللي ثبتوا في ساحة المعركة، تدرون بأحد صارت مشكلة. المهم رأوا النبي وسمعوا النبي يقول: اشتد غضب الله على اليهود إذ قالوا عزير بن الله، واشتد غضب الله على النصارى إذ قالوا المسيح ابن الله، واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر من دون الله، واشتد غضب الله على أمة تركت نبيها، لولا أمير المؤمنين لصار ما صار على رسول الله وعلى الإسلام. بس وقفة هالمولى العظيم هذا الحبيب نفسه رسول الله، تجي الكتيبة كاملة، كتيبة هاي الخاص والعام روا هاي الروايات، تجي كتيبة كاملة صوت النبي مسموع: يا علي ذدها عني. فيهجم عليها أبو الحسن وما يرجع إلا بإنهائها، وتجي الكتيبة الثانية فينادي النبي: يا علي ذدها عني، ويدخل بنصها أبو الحسن وما يرجع إلا بإبادتها، وتجي الكتيبة الثالثة ويصيح النبي: يا علي ذدها عني. جسم صار هذا أبو الحسن جراحات من رأسه حتى أخمص قدمه، منين ما تنظر لأمير المؤمنين ينزف دم، والنبي صيح: يا علي ذدها 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 ذدها، حتى نزل جبرائيل بين السماء والأرض مناديا: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. لما رأى جبرائيل هذا الموقف العجيب الملحمي من أمير المؤمنين سلام الله عليه، النبي هكذا كان يصيح اشتده. وهاي تذكرني أيضا بيوم العاشر، بيوم العاشر لما وقف الحسين وجسمه كله جراحات وجراحات تشخب دما يوم العاشر، وقد وضع يده على شيبته الملطخة بدمائه وهو يقول: اشتد غضب الله على اليهود إذ قالوا عزير بن الله، واشتد غضب الله على النصارى إذ قالوا المسيح، واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدوا، ثم قال: واشتد غضب الله على أمة أجمعت على قتل ابن بنت نبيها. هكذا قال الحسين عليه السلام يوم العاشر. الكلام هنا في مورده الثالث عن أناس موعولي نسبوا لله البنين والبنات، الله قال لهم أنتم مشركون، تكفر كفركم شركي. هذه موارد الشرك في القرآن، شلون إنسان يطبقها على مسلم؟ يعبد الله، يصلي لله، زين. أيضا آية أخرى: وجعلوا لله شركاء الجن، ثم تقول: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بجهل. لو كان عندهم علم ما ينسبون لله شنو، بس جهل هذول نسبوا لله. الله إذا صار عنده ولد وبنات معناه الله يكون عنده زوجة، والله إذا عنده زوجة معناه الله محتاج، أو إذا رب العالمين صار محتاج صار خالق يوم مخلوق، صار مخلوق لأن المخلوق محتاج، أما الخالق ما محتاج، الخالق غني بما للكلمة من معنى، بما للغنى من معنى، ما محتاج الخالق. فإذا احتاج زوجة واحتاج أولاد صار مو خالق صار مخلوق، ولهذا رب العالمين يقول ذولا لما خرقوا له بنين وبنات بغير علم، بجهل. لو كان عندهم علم ذولا ما ينسبون لله للخالق بنين وبنات، زين، بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، زين. هسه هذا يا مورد الثالث، ها الثالث، هنشوف شنو من يشتركون في القرآن. المورد الرابع في القرآن يا أحبة، القرآن الكريم يقول أكو ناس، دول مشركين مشركون، أكو ناس يعتقدون بالأصنام كآلهة مع ألوهية الله. وياي الأصنام يعتبروها شنو؟ آلهة، يعني الله جل وعلا إله والأصنام شنو؟ ذولا شنو؟ مشركون، مشركون.
اكو مسلم يعتقد بهاي العقيده؟ موارد الشرك في القران ما لها ربط بالمسلمين. ولهذا القران شو يقول عنهم؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، الى قومه، قومه، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما لكم من اله، لان هم كانوا يعتقدون بالاله الواحد لو الالهه المتعدده، الهه متعدده، مشرك. هذا اللي يعتقد بالالهه المتعدده مشرك. بس الطريف لما اتمنى اقدر اقلل تعليقاتي وامشي بالبحث، الطريف ان القران الكريم حتى ذول المشركين لما القران يريد يعالج مشكلتهم يعالجها، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كما يعبر القرآن، مو يا نوح قد ذبحتنا قتلتنا فأكثرت قتلنا، قد جادلتنا. فبالنتيجة حتى ذولا تحل مشكلتهم من خلال شنو؟ الجدال بالتي هي أحسن، تحل مشكلة، حتى ذولا تحل مشكلتهم من خلال الفكر، تعليم، دليل، البرهان، من خلال اللغة المنهجية مو الهمجية، كما هو حاصل الآن عند التكفيريين. وراح أجل الطرق اللي القرآن يعالج بها مشكلة هؤلاء. شوفوا شلون طرق حضارية، شلون طرق حضارية، راح أجي إن شاء الله. أيضا آية أخرى بوعولي، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لما يكون ثالث ثلاثة يعني إله يو آلهة متعددة، ثالث ثلاثة، أو وما كان معه من إله، الإله واحد شنو؟ لا شريك له جل وعلا. هذا المورد شنو؟ الرابع للشرك في القرآن الكريم. تعبت لو أمشي بسرعة شوية، لأن إخواني أنا بحثي المقدسات في الإسلام، أنا أريد أقف عند آخر المقدسات، البقيع وبقالي بس ليلتين. فإذا أنا المقدس الأول هل قد باقي بي، شلون أوصل للأخير؟ هاي مشكلة يعني، بعد عندي مقدس ثاني وثالث ورابع وأتوقف عنده، طبعا مقدسات أكثر بس أنا اختاريت أربعة، فشوية أكون أستعجل حتى أوصل للرابع اللي هو أصل موضوعنا، لأن المقدس اللي راح أوصل له إن شاء الله مقدس المكان المقدس في الإسلام. أكو مكان مقدس في الإسلام واكتسب قدسيته بانتسابه لله جل وعلا من خلال فصول. شنو الفصول؟ هناك كان بشوية بحث المطول، فاسمحوا لي الليلة أستعجل عليكم. المورد الخامس، المورد الخامس أيها الإخوة للمشركين في القرآن الكريم، الذين يعبدون الأصنام، الذين شنو؟ يلا بسرعة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هاي خمسة. المورد السادس للشرك في القرآن، لحد الآن أكو مورد ينطبق على مسلم؟ ماكو، ماكو. ستة، أكو ناس كانوا يعتقدون القرآن غير مشركون، كانوا يعتقدون أيها الإخوة بأنه أكو أصنام أو آلهة متعددة تملك السماء من دون الله. تملك شنو؟ السماء من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم، شوف زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماء ولا وين؟ ذولا كانوا يعتقدون بأن الأوثان
مالكة شنو؟ السماء، تملك السماء، هاي الأصنام تملك السماء. رب العالمين يقولهم ولا ذرة، السماء والأرض ملك من؟ ملك الله وحده لا شريك له. هذا هم المورد السادس. المورد السابع نكمله بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح لله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أكو بعض الناس كانوا يعتقدون بأن الأصنام لها التأثير الاستقلالي بتدبير شؤون السماوات والأرض، التأثير الاستقلالي والمطلق بتدبير شؤون السماوات والأرض. هاي الأصنام تملك هذا الحق. القرآن الكريم قال لهم ماكو شيء وأنتم مشركون بهذه العقيدة الفاسدة. وش قال لهم؟ ما يفتح لله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فتح الخيرات وغلق باب الخيرات كلها بيد من؟ ها؟ بيد الله تعالى، كلها بيد الله تعالى. فأنتوا شلون تبطون هذا الحق الإلهي لأصنامكم البائسة العمياء الصماء الخرساء؟ يا أخي هذه موارد الشرك في القرآن الكريم يا أحبتنا يا إخوتنا. المورد الثامن، بوعولي، المورد الثامن في القرآن اللي كانوا يستكبرون على دعوة الإله الواحد ويريدون الإله المتعدد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله شنو؟ يستكبرون، يقولون ماكو لا إله إلا الله وإنما الآلهة متعددة، ما يقبلون فكرة التوحيد. ذولا مشركون، ذولا. تسعة، بس إن شاء الله ما أثقلت عليكم الليلة، بس شو أسوي؟ أرد أمشي. البعض منهم أصلاً كان النبي مني يقول له يا بل إله واحد يتعجب، لأن تدري ليش يتعجب؟ لأن هو قانع بعقيدته الفاسدة. فلما يجي واحد يقول له بابا عقيدتك شنو؟ فاسدة، يعتبر اللي نصحه هو المشتبه وهو اللي على شنو؟ على حق. هذا اللي يرى المنكر شنو؟ معروفا، ويرى المعروف شنو؟ لأن هو متشبع بعقيدة فاسدة، متشبع فيصورها هي الحقيقية. ذولا الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم كذا يحسبون أنهم يحسنون شنو؟ صنعا، كما يعبر القرآن الكريم. يصورون هم على حق وهم على باطل. المشكلة هذا الجهل المركب شو تسميه؟ دون يتعجب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. مع أنه هو يا هو الشيء العجاب، الآلهة المتعددة والإله الواحد. المتعددة شيء العجاب، تدري ليش متعددة؟ لأن لو كان فيهما آلهة إلى الله لشنو؟ لفسدتا. لو أكو عدة آلهة، ذول الآلهة كل واحد منهم يريد يثبت إرادته، ولعله الإرادات تتعارض أو لا تتعارض. تتعارض، إذا تعارضت الإرادات وهي حتما تتعارض، لأن كل إله يقول أنا قادر وأنا أريد أبين إرادتي، اليوم الشمس ما تطلع، والإله الثاني قال أريد القمر يطلع، الإله الأول قال أريد الشمس تطلع، راح يختلفون لو ما يختلفون. زين إذا اختلفوا واختل نظام الكون يوم اختل، اختل. ولهذا القرآن الكريم يقول لو أكو إله غير الله لشنو؟ لفسدته، لأن كل واحد يريد شيء، كل واحد يريد شيء، وكل واحد يريد يمشي رايه، وهاي شيء خلصها، راح يصير تضارب، راح يصير مشاكل.
ولكن بما ان الاله واحد تشوفون كل شيء بنظامه يوم مو كل شيء بنظامه كل شيء بنظامه فهو يا هو العجيب الاله القبول بالالهه المتعدده يا القبول بالاله الواحد بالالهه المتعدده شيء العجاب ذولا بالعكس يعني مش شبعين بالغلط ذولا مش شبع بالغلط يعني شلون واحد عايش بغرفه بها رائحه كريهه بس مش شبع بالرائحه الكريهه ما يشتمها لما تدخل عليه انت للغرفه تقول له يابا ترى افتح الشباك ترى شويه اكو رائحه كريهه يقول لك ابدا ماكو انت مشتبه هو مش شبع مش شبع أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب عشرة موعولي عشرة ذولا مو بس يتعجبون من تقول له إله واحد يشمئز مو بس يتعجب وإنما شنو جلده يقشعر من الإله الواحد يشمئز من الإله الواحد هذا وين واصل بالشرك أنا ما أدري اللي يشمئز من فكرة الإله الواحد بابا ذولا المشركون في القرآن أصحاب التكفير شالوا موارد الشرك الحقيقية اللي تنطبق على المشركين طبقوها على الموحدين المسلمين هذه كارثة وين يشمئزون في المورد العاشر للمشركين في القرآن مصاديق المشركين في القرآن قال وإذا ذكر الله وحده شوفوا 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 وحده هذا القيد مهم وإذا ذكر الله ما يردون إله واحد وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمأزت ما يردون وحده يردون شركاء يا هذول مشركين يا مو مشركين هذه موارد الشرك في القرآن الكريم أيها الإخوة وكلها ما تنطبق على المسلمين هسه إذا أريد شوية أدقق في البحث بس هذا يحتاج وقت آخر يعني وإلا أكو هنا محل التدقيق أكثر في البحث بس يأخذ من وقتي أتركه إلى وقت آخر ما أقحمه في البحث وتاليها ألزمه وأترك غيره هؤلاء المشركون في القرآن الكريم الله هكذا قال يعني أنا بيّنت بداية البارحة أنه حتى المشرك الحقيقي كيف يواجه قرآنياً أجيب لي مفخخة وأخليها بمستشفى وقت للعالم لو مدرسة أهدمها على الأطفال لو الشوارع أفخخها يو الناس أقتلها يو النساء إلى آخره يو بهالطريقة أواجه المشركين الحقيقيين القرآن الكريم يقول لا حتى المشرك الحقيقي مو هكذا يواجه فشلون يواجه يا كتاب الله يقول توقف أمامه تقول له عقيدتك مو صحيحة شلون مو صحيحة واحد اثنين ثلاثة بابا عقيدتك وهم مو خيال النبي يقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم كانوا يقولوا للنبي انت شلون تحكي على الاصنام؟ ما تخاف الاصنام تصيبك بسوء؟ انت شلون تتعرض لاصنامنا؟ باللهجه العراقيه ما تخاف هبل يشور بيك؟ هيك يقولوا للنبي، النبي صلى الله عليه واله ما قال لهم جيبوا السيف وطرسوا، لا، ايش قال لهم النبي؟ قال لهم عجيب تردوني اخاف من هاي الحجاره تشور بي وانتم ما تخافون من جبار السماوات والارض يشور بيكم؟ شوفوا هذا رد تفخيخي لو علمي هذا نقاش علمي يوم مفخخ وفجر يعني حتى المشرك الحقيقي الإسلام واجهه بالإقناع بالفكرة فكيف أخوك المسلم قتله وتلعب بيجوله على عقيدة لعله أنت ما فاهمها ما فاهمها بدل هاي تعال سئله قلت ليش تعتقد بالمراقد المقدسه يجاوبك ولهذا النبي شي يقول لهم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله تردوني اخاف من حجاره وانتم تخافون منين
من خالق السماوات والأرض ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. سلطان دليل يعني حجة برهان. هذا الرد الإسلامي حتى على المشرك الحقيقي. بعد إيش قالهم النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم السلام؟ باعوني ورب العالمين جل وعلا للمشركين الحقيقيين. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك، الفلك يعني شنو؟ سفينة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقولهم أنتوا لما تكونون في ورطة، لما تكونون في ضيق، لما تكونون في حالة اضطرار قلوبكم من دون أن تشعرون شنو تتوجه لمن؟ للواحد القهار. هاي المفروض تحافظون عليها، وهذا دليل على أن الله واحد ووحدانية الله مرتبطة بفطرة الإنسان السليمة، لأن لما توقعون في الحالة الصعبة تتوجهون لا إراديا لواحد جبار قهار. بس مشكلتكم من ترجعون للدنيا تخلدون إلى الأرض، تثاقلون إلى الأرض، وهي تعابير قرآنية، أخلد إلى الأرض، الثاقل، ترجعون العالم المادة وتتركون العالم الحقيقي. هذا تفخيخ وتفجير يو تفهيم. ها زين، هذا التفهيم للمشرك الحقيقي الحقيقي. رب العالمين هم استخدموا يا هذا الأسلوب، أسلوب التفهيم، توعية. زين مثلا تعبتوا مني يو. لا صدق والله، وما تعبتوا مني. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. شوف الله ضرب لكم مثلا شنو حتى يفهمكم الحقيقة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ولهذا ليش يشركون؟ أو مثلا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. بعدين يقول وأنزلنا من السماء ماء، ثم تقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق رب العالمين سماوات وأرض وما ينزل من السماء فيحيي الأرض وما بين السماء وما بين الأرض وما فوق السماء وما تحت الثرى، وهاي العظمة اللي العالم كله محتار بعظمتها، هذا الكون الواسع وإنا لموسعون الما لا نهاية، هاي الأرض العظيمة واللي هي ضمن إطار الكون ما هي إلا شيء يسير لا يكاد يرى أمام عظمة هذا الكون العظيم. هذا خلق الله. ذولا اللي تعبدوهم من دونه بلاش خلقه وشو راونه؟ رب العالمين يقول خراونه. هذا تفخيخ لو تفهيم. زين إذا رب العالمين هكذا يتعامل مع المشركين الحقيقيين، مع المسلم الموحد شلون؟ بس يا إخوان الآن يساء لثقافة الإسلام من خلال مجموعة تكفيرية ما خلت حرمة لأحد، شوهت سمعة هذا الدين العظيم، دين الفكر، دين اقرأ، دين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خلاصة، مصاديق الشرك في القرآن تنطبق على المسلمين، فلما يكفر المسلمون الآن؟ سؤال، أكو مسلم يعبد الصنم من دون الله جل وعلا؟ ثانياً حتى إذا تقول لي شيء، لا تباوع لي، مو هاي بالمقدس الرابع سولف بيها، بس لعلك تقول لي تستعجل علي، لعلك تستعجل علي، تقول لي خو أنتو هم قاعد تطلبون من أئمتكم، وإن كان أئمتكم مو أصنام، أئمتكم بشر مرتبطين بالله،
بس هم تطلبون منهم أن يشفعوا لكم عند الله، يعني تطلبون منهم أثر، هذا الأثر يترتب بشفاعتهم شنو؟ لله. تخلوهم واسطة بينكم وشنو؟ وبين الله. هسه هاي ما بيها مشكلة، راح يجي إن شاء الله تعالى في المقدس الرابع أو حتى في المقدس الثالث، الآن سأبين أنه لا، هاي ما لها ربط. جاء أنت مو كل حجر ما بي أثر، باوع لي، مو كل حجر، أكو حجر الله نص بي أثر، الله نص، لما رب العالمين ينص بعد أنا وياك نقدر نحكي؟ نقدر نعترض أنا وياك؟ الآن الكعبة حجر يوم مو حجر؟ أسألكم، الكعبة، الكعبة المكرمة حجر يوم مو حجر؟ ها؟ بي أثر يوم ما بي أثر؟ بي أثر. الاعتقاد بذلك شرك؟ ها؟ مو شرك عند كل المسلمين، كل المسلمين مو شرك. زين، ليش مو شرك؟ لأن الله شنو؟ هذا الفرق، هذا الفرق. فأنت شلون تربط ذاك بهذا؟ هو فرق. الله لما خلى آدم واسطة بينه وبين الملائكة، وآدم خالق يوم مخلوق، آدم مخلوق، وخلى المخلوق واسطة بينه وبين الملائكة، علم آدم الأسماء وقل لآدم أنبئ الملائكة بمن؟ بالأسماء. فخلاه واسطة بينه وبينهم يوم خلاه، خلاه واسطة. لما الملائكة اعتقدوا بأن آدم واسطة أشركوا بالله، يوحدوا، ها؟ وحدوا. ليش وحدوا؟ لأنهم استجابوا لمن؟ لدعوة الله، لأمر الله. فاستجابتهم لذلك شتكون؟ توحيد. إبليس اللي أبى هذه الدعوة صار؟ صار مشرك كافر، صحيح ولا؟ هذا فرق عن ذاك اللي صارنا ساعة نسولف بيه. ذولاك هم اخترعوا حجارات من عندهم من جيوبهم، وهم سووها وقالوا هذه آلهة، هذه رب، هذه نعبدها، هذه. ثانيا أقول لكم قضية ثانية، احنا نفس الكعبة المكرمة أو نفس آدم عليه السلام، الأنبياء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام اللي نعتقد بأثرهم، أثرهم في طول تأثير الله يو في عرض تأثير الله، كما في العبارة التخصصية. احنا نعتقد في طول تأثير الله مو في عرض تأثير الله. في عرض تأثير الله أهل الشرك يعتقدون، هسه دع عنك في عرض وفي طول كما في العبارة التخصصية، اتركها، نسولفها بشكل واضح. تأثيرهم استقلالي منهم يوم من الله، من الله، ما عندهم شيء مستقل. أما ذولاك يعتقدون أصنامهم شنو؟ مستقلة في كل شيء. يعني عيسى عليه السلام لما القرآن نقل عن عيسى أخلق لكم، صحيح ولا؟ أكو هيك آية يوم أكو أسألكم، خو هاي آية قرآنية، عيسى يقول أخلق لكم، هذا أثر يوم مو أثر؟ أثر. هذا عيسى عليه السلام من عنده لو من ربه؟ من ربه. فالاعتقاد بهذا الأمر في عيسى شرك؟ مو شرك، مو شرك، لأن قال هذا حقيقة هذا الأثر لمن؟ لربي. ولهذا قال يحيي هذا بإذنه. إبراهيم لما أرني كيف تحيي الموتى وقال له خذهن إليك كذا فصرهن موتي ولا، وبعدين الله أحياهن جل وعلا، هذا الأثر من إبراهيم لو من الله؟ من الله. ولهذا مو شرك. أنا لما أجل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يعطيني بشكل مستقل يوم من الله، من الله وبإذن الله جل وعلا. فأنت شلون تخلط الموازين بين تلك العقائد الفاسدة وبين هذه العقائد القرآنية القرآنية؟ شلون تخلط هاي بذيك؟ ماكو وجه شبه بين هذه وتلك في أي مورد من الموارد. واضحة أيها الشباب يا مو واضح كلامي؟ يعني الاعتقاد بوعولي بأن يعقوب النبي راح بصره، والاعتقاد القرآني بوعولي القرآني بأن قميص يوسف أرجع شنو؟ بصر يعقوب فارتد بصيرا، موتي هاي موجودة بالقرآن وما موجودة؟
اخذوا قميصي القوه على وجه ابي مو يولا زين، ورجع بصر يعقوب. القميص كان بي اثر ارجاع البصر يوم ما كان بي هذا الاثر، كان بي هذا الاثر مستقل يوم من الله، من الله. ويعقوب ويوسف مرتبطين بالله يوم ما مرتبطين بالله، فكل ما عندهم منين من الله. الاعتقاد بهذه العقيده شرك توحيد هذا. فانت شلون تخلط هاي بذيك؟ اصنام مستقل، اولا اصنام، اثنين تقول مستقلة، ثلاثة تقول آلهة، أربعة تقول أعبدها من دون الله، خمسة تقول تملك السماء، ستة تقول رب العالمين عنده ولد وبنات، سبعة هاي وين؟ هاي وين؟ شلون تخلط ذيك بهاي؟ ذلك شرك منتهين منه. هذا توحيد لأن قرآني. احنا نعتقد أئمتنا كل ما عندهم من الله ولله وفي سبيل الله وإلى الله، كل لله جل وعلا. زين هسه بعد عندي 10 دقائق أو 5 دقائق، ما ظل عندي وقت. بقية المقدسات بكرة نكملهن ونبدي بالمقدس الرابع الأساسي، يعني بكرة أمشي أسرع إن شاء الله حتى أبدي بالمقدس الأساسي اللي كل هذا الكلام من أجله، وإن كان المقدس الأول أخذ مني الكثير بس هم الارتباط بالبقيع، لأن سبب من أسباب تكفيرنا هو اعتقادنا بمراقد أئمتنا، مع أنه هذا توحيد كما سأبين إن شاء الله تعالى. ما بي مشكلة، هذا ما بي مشكلة. السيدة الزهراء المعصومة فاطمة اللي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها كانت تزور قبر الحمزة ابن عبد المطلب، بل أكثر من ذلك ورد في الآثار أن الزهراء اتخذت من قبر الحمزة مسبحة تسبح بها، من طين قبر الحمزة أخذ التراب سويته مسبحة تسبح بها، وهي التي يرضى الله لرضاها ويغضب الله لغضبها، وهي التي في صحيح البخاري في باب فضائل فاطمة بالبخاري فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في البخاري، في البخاري مريم من أهل الجنة ومو من أهل الجنة، آسية من أهل الجنة ومن أهل الجنة، خديجة من أهل الجنة ومن أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. كانت تزور حمزة، كانت كل يوم تزور النبي صلى الله عليه وآله وتوقف على قبر النبي وتأخذ قبضات من تراب قبر النبي وتشم هاي وتشم هذا التراب الطاهر وتقول أبياتها اللي كلكم حافظيها وخاف نقراهن ويتأذى أمير المؤمنين، ماذا على، لأنه هو كان يقعد بصفها من تحكي، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا ويصبت علي مصايب. بويا صبت علي مصائب لو أنها صبت على ليا، صرنا ليالي يا بويا صرنا ليالي. قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي، صرختي تقول له صرختي صرختي وندائي. أويل عليك يا حبيبة المصطفى، هو علي اللي قال عنها يا غيره؟ علي اللي قال نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وعلي القال عليها يا غيره أراعي للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل،
هذا هو علي، مو نفسه علي، هو علي. ياخذون امير المؤمنين، جابني لهاي المصيبه الليله يا زهراء. ياخذون امير المؤمنين ملببا بحمائل سيفه الى المسجد، وتنقذه فاطمه، ترجعه الى الدار فاطمه. الشاعر يقول رديت علي ورجعت يا الزهرة. مع الشاعر شو يقولها؟ يقولها رديت علي، رديت علي، رديت علي ورجعت يا الزهرة. اكسر قلبك، الاجمل قلبك انت. بس انا من اعيده متعمد اعيده حتى هيئك. يا برديت علي، رديت علي ورجعت يا الزهرة. بس زينب تقوم وتقع على الغبرة. شوف مو قلت لك راح اجمك؟ رديت علي ورجعت يا الزهرة. بس زينب تقوم وتقع على الغبرة. شو وقت تقوم وتقع على الغبرة؟ والله بس زينب تقوم وتقع على الغبرة، من طاح ابو الامة من ضغر مهرة. يا بمن طاح ابو اليمه من ضار مغرى، جاهل شمر وتربع على صدره. يا ابا وصلت يا زينب وصلت، بس ابو السجاد فات امره. شلون ابيات هاي؟ والله وصلت بس ابو السجاد فايا التمره. يا امير المؤمنين زينب تقول من يردون قلبي يلوعون. يا ابا من يردون، من يردون، يا قلبي لو عونا عمد الراس يمي قربونا. صعبة مو اخت الشوف راس اخوه، وهذا الراس راس الحسين. تقول له هذا الشمر اللعين كل ساعة يجيب الراس قباله. عافية قلب ويا من يردون، من يردون، قلبي لوعون عمد الراس يمي قربون، على راس الرمح ويلاعبون. بعد شو تقول للحسين؟ قل لاخويا كل من شافني فوق الهزل قايل. ايش قال؟ جنك يا حرمه مالك رجال. قلت له بلا 70 خيار. شاوينه؟ قلت له بلا 70 خيال، عفتهم ضحايا فوق الرمال. يا بعفتهم ضحايا فوق 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 الرمال. بعد شقرا لك على الحسين، ما ادري شقرا على الحسين، ما اعرف شقرة على الحسين حتى هذا قلبك احركه على سيد الشهداء. ماكو العلويات من صعدوهن على النوق؟ بكره اقرا لكم على البقيه ان شاء الله. تدري العلويات من صعدوهن على النوق زينب شو تقولهن؟ تقولهن بهدب كان يا عم لا تصيح. عود ليش؟ اسمع اسمع. تقول هنا بهدا 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 بجن يا عم لا تصيح. ليش عم زينب؟ بهدا بجن يا عم لا تصيح، اخاف ان تعثر النوق وتطيح. اقطع قلبك يا امير المؤمنين، اعتذر يا ابا الحسن، ذني علوياتك، ذني بنياتك، ذني عرضك.
بهدب جن يا عم لا تصيحن، اخاف ان تعثر النوق وتطيحن. انت ليش تبجن عمنا عم تعبنا؟ النوق تعبتنا، نريد ننزل نرتاح. ايش قالت لين زينب؟ اي والله اخاف ان تعثر النوق وتطيحن عمه، تطيحن هسه ينزلوجن واستريح. والله عم هسه ينزلوجن، هسه ينزلوجن واستريح. عم هسه ينزلوجن واستريح. بعد شختم لك على الحسين، اقرا ورد اتذكر ابيات اجداد، ابيات مقاريهم على سيد الشهداء سلام الله عليه، حتى هذا قلبك لوعه على الحسين وانت بحرم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زينب يمروها على الحسين، هاي بيت الدعاء، رادت تذب روحها من الناقه على خيها. زين العابدين قالها عم ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني، إذا سقطت على أخيك من الذي يركبك وأنا علي المقيد؟ عم ودعي ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. عم زينب رحميني لا تذبين روحك، أنت ليش على ساعة كنت صار بديك تذبين روحك على الحسين؟ قالت له عمك كسر قلبي أبوك. قالها شلون؟ قالت له دباوع القتلى هذا على يمينه وذاك على شماله، إلا أخوي مكبوب على وجهه نايم على وجه ردعه. عم نايم نايم اخي شلون نوم، عم نايم اخي شلون نوم، وحر الشمس غير رسومه يا ويلي. هو بس دني؟ لا والله مو بس دني يا امير المؤمنين. وحر الشمس غير رسومه يا علي عطشان ومسلبه، عجب عني يا ابويا تكضك القايا، يا مل النخاك تحضر فزاع، اذا ما جيتنا يا حيدر بساع ترى باكر بناتك يا رحني ضياع. قم يا علي فما هذا القعود وما بمحمد وآله، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا يا الله، اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا الله، يسر أمورنا يا الله، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ شبابنا في الحشد الشعبي يا الله، احرسهم بعينك التي لا تنام يا الله، ثبت أقدامهم اربط على قلوبهم بالصبر يا الله، أرجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين يا الله. إلى أرواح شهدائهم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.